شعب، شعب أرادوا أن يحولوه بالقوة إلى عبارة عن قطيع من الغنم همه الوحيد هو المرعى الجري وراء القوت. شعب حاولوا أن يسلبوا منه شخصيته وأرادوا أن يجعلوه هكذا بقوة النار والحديد. شعب تألم من وضعيته ولكنه لم ييأس من أن يرى في الأفق بزوغ فجر الحرية. شعب لم يكف أبدا عن الكفاح، كبح رغبة شديدة من أجل العيش تحت الشمس المشرقة فأرغموه على العيش في الظلام. شعب منذ أكثر من قرن لم يكف عن الكفاح لكي يسترجع كرامته المسلوبة. شعب لكي يضع حدا للظلم والطغيان حمل في هذا اليوم التاريخي من شهر نوفمبر السلاح للتحرر والانحتاق. في دار سبيطار نلتقي مع مجموعة من هذا الشعب. وسكان دار سبيطار يمثلون بصفة رمزية مجموعة من هذا الشعب المضطهد، وهذا لا ينسينا في المجموعات الريفية وبقية النواحي الأخرى. في كل عضو من هذه الخلية العائلية بدار سبيطار تكمن نار الثورة كما هي كامنة في بقية المجموعات الأخرى. ثورة تنفجر على مر الأيام وتلقى كحجة لهذا الانفجار أقل الأسباب البسيطة. مثلا ماشي تعود تجيب، وهذه ماشي مثلا هدول سبتلنا مش تحب تجيب لكم مثلا عود تاكلوا. إن شريطنا هذا ليس مخصصا أو مهدى إلى روح أي بطل كان ميتا أو حيا في يومنا هذا، هو تقدير وإجلال لشعب تألم من احتلال طويل، هو تقدير وإكرام إلى شعلة الحرية التي لم تنفك تنخر جسمه. كل الأشخاص هم خياليون. هما في فراشك، علاش قبلتي تجي لعندي؟ علاش ما قعدتيش في دارو؟ وزاد فيك وفي دماغ. انا اسف انا اخرجوا. ما هم الا رمز لكل المجهولين في ذلك العصر، ونتذكر من خلالهم شهداء الثوره وبالاخص الذين ثاروا ودفعوا حياتهم ثمنا على مذبح الحريه في تلك الايام التاريخيه بسطيف وقلمة سنة 1945. المدرسة، المدرسة الفرنسية الإسلامية أو كما كانوا يسمونها إيكول فرانكو ميزلمان، وين عمر يقضي أوقاته في تسكين جوعه ويسمع من معلميه أشياء يدعونها دروس لكنه ما تمكنش من استيعابها بأكملها. كانت دروس في علم الأشياء، في الجغرافيا، التاريخ، الرياضيات، الأدب، أشياء كثيرة جعلت المعلم يجهد نفسه باش يفسرها لتلاميذه اللي هي في الحقيقة أجنبية عن حياتهم ولا وجود لها في عالمهم الصغير. الجوع، الجوع كان هو الشغل الشاغل لأغلبية الأطفال. عمر كان سنه يتجاوز 10 سنوات، قامته توضع بين الأقوياء المتينين من تلاميذ أقسام دروس العليا اللي بدأت شواربهم تبرز مسودة وصبيان قسم الأعداد. عمر ما أتاش أبدا إلى المدرسة بقطعة من خبز، لأن الخبز يخص في داره من حين لآخر، ويوصل في بعض الأحيان باش يتحصل على قسط قليل يسكت به صراخ بطنه الفارغة يفتكه من أيدي أضعف الصبيان.
وكان لعمر طفل محظوظ من طرفه هو منعوت بفاست ذكاكي. وكاين واحد الشيء عند هذا الطفل يجذبه لي. شيء غريب لا تفسير له. هذا الطفل كان ينسي عمر في جوعه اللي يشغله على تسكينه. دائما يفكر في حال هذا الطفل التيجان ذو الوجه الشاحب المشغول البال واللي هو دائما على ابتعاد منفرد في زاويه. نعم، إن الجري وراء الخبز أصبح لعبة بالنسبة لعمر، وأصبح هذا لعبة يتلهى بها عمر والبعض من الأشقياء الصبيان في المدرسة. وكان هناك البعض من التلاميذ اللي يدفعوا يوميا الجزية لعمر ويجبرهم عليها باش ياخذ قسطه وإذا امتنعوا في الحال ينهال عليهم بالضرب. وإذا تخبى واحد من هؤلاء الأطفال في فترة الراحة عمر ما يكترش به أبدا، لكن عند الخروج يأتي المتخبي تلقائيا باكيا لعمر، وهذا لها أخير يعطيه قسطه من الضرب حتى يعطي له قسطه من وجبته المسائية. ولكن الأذكياء منهم هم اللي يأكلوا وجبتهم أثناء تناول الدروس. مع هؤلاء كان عمر قاسي شديد وشرس. وكان في المدرسة بعض تلاميذ من أبناء التجار وأرباب الأملاك والموظفين المحظوظين. لا عمر ولا غيره يقدر يرفع يده على أحد، وإذا هجموا يتحمل الهاجم عقوبات شديدة. leçon de géographie. جغرافية فرنسا ما قدرش يتمكن عمر من فهمها أبدا. حقيقة هو مواظب على دروسه كاملة كبقية الأطفال، وكان يحفظها ويعرضها على أستاذه. كان يعرف ما معنى الجبال والسهول، ولكن هنالك شيء ما قدرش يتجرأ على طرحه لأستاذه مسيو أسان. لماذا يقولون للتلاميذ بأن فرنسا مع جغرافيتها كانت أمهم؟ كيفاش يكون هذا الوطن البعيد أمه؟ أمه هي في المنزل، هي عيني. ما كانش عنده زوز أمهات. عيني ما هيش فرنسا، وما كان حتى شيء يربط بيناتهم. باريس هي عاصمة فرنسا. فرنسا وطن كبير، والفرنسيين اللي نشاهدوهم في المدينة هم جاوا من ذلك البلد. وباش يروح له الواحد أو يجي لابد من قطع البحر، لابد من اقتناء الباخرة. كل هذا يعرفه عمر، ولكن الشيء اللي مقدرش يهضمه هو لماذا يحبه يعتقد أن فرنسا هي أمه، بينما عنده أم اللي يعرفها منذ نشأته واللي اسمها عيني. ومدام ما وجدش جواب على سؤاله، قرر عمر نهائيا بأن الجغرافيا ما هي إلا أكذوبة كبيرة. وبصورة عامة كل الدروس المقات من طرف مسيو أسن كانت كلها أكاذيب وما عندها حتى علاقة بحقيقة وضعه وحياته. هكذا يتلقن دروسه، الأكاذيب اللي يكتبها في كراسه ولا اللي طلعها في الكتب،
باش يقي نفسه من عود الزيتون المشهور. وقت ما يطيب ناكلو. عارفه كيفاش تقشي يخرج ما طيشيش نصو. عمر بعد عليا يا ولاد، خرج منا. هنا البو يمات هذا الخرج. واش بيه؟ رجعت تكبر عليه؟ وخر على الماشينة يا ولد. ايوا على راكي خايفة ناكلها. تاكل الرهب. بدات تغلي. عمى بعد علينا، خرج علينا يا ولد. انت شكراهم برا. انت جاي فيدي راهم ياكلوا في الخرش. يا ولي تتجاوب طول لسانك. اخرج. في مثل هذه الأيام الشتوية، الأطفال كمثل قطيع من أبناء آوة يكتسحوا الأراضي القاحلة ويتعطاوا أنواع من الألعاب بكل شراسة وشدة خارقة. يشعلوا النيران ويلتفوا حولها كبار وصغار، يغني ويرقصوا وهما يطلقوا في صراخات غريبة. في كثير من الأحيان عمر وأصدقائه الصغار يهربوا من المدرسة باش يجتمعوا وينظموا الألعاب. الأطفال ما همش فقط مدفوعين نحو خواطرهم، ولكن كذلك نحو تأثير الأطفال اللي هما أكبر منهم سنا، من الأشقياء اللي يجلبوا الصخب والكلام البذيء، أصحاب الأفعال القبيحة، وما يتركوش الفرصة أبدا باش يطلقوا لأنفسهم العنان للغطرسة والوقاحة والمجون اللي تغطي شدتهم السوداء المظلمة.
بعض الأحيان تنتهي ألعابهم بالضرب والخصام. عمر ينتمي إلى مجموعة هو واحد من رؤسائها. عندما نقول عن هذه المجموعة أولاد رحيبة كأننا استحضرنا أباء لسا بحق وحقيق ما يقدر عليهم حتى إنسان مش يرجعهم للجدة. كم من مرة يطارد أعداه حتى لوسط المدينة بالذات باعث الرعب والفزع في قلوب المدنيين الأمناء. وفي بعض الأحيان مجموعة عمر هي اللي تتغلب على مجموعات الأحياء الأخرى بفضل حكمتهم ورزانتهم وجرأتهم. يا عصراكي كنت بخيري
هاكي شافيا داك الوقت والله ما كنتي تهضري معايا هكذا. نهارك كنتي بخيرك كليتي وحدك. هسكتوا عليا هسكتوا عليا. يا ربي واش عملت لك يا ربي باش وصلت لهذه الميزيرية يا ربي يا ربي العزيز. عمر كان البنات اللي يقراو معاكم كان بزاف وما يحجبوش منكم. البنات بعد علينا هما في مسجد وحنا في مسجد اخر. واش يتعلموا البرودي الخياطة؟ مانيش عارف انا عمري ما دخلت لاكلاس ديالهم. بصح هما بنات نصارى ما يتعلموش البرودي ولا الخياطة. بوه يبالا واش يتعلموا؟ مانيش عارف. يسود سعدهم لو كان يعرفوا صلاحهم يقعدوا في الدار كي بنات الفاميليات في الطاعة والدين. يروحوا المسيح باش يتعلموا يحمروا ويحرقصوا. هذا ما كان. ها واش ميزت؟ مانيش عارف. يا جوز ماما مش الخير عمر هاوت العالم واش علمت اليوم في المسجد؟ انت بطني جلت تاعك وخليني تروك. ايه سمعتي صح عندك الحق لو كان ما لتاش بيها سيدي ما يصيب والو باش يرصصك يرجع من سيدي ديالو. يا خف روح جيب لنا الماء من العين تاع الزنقه. ما نجمش نرفد رجلي راهي توجع فيا. بكا بكا ما تضحك معايا ردي روحي مريض. ها شوفي رجلي كي راه منفخه. واش بها هاد الرجل وري نشوف في وقت الماكله ما توجعش كرشك. هذا هي الجرحه اللي راك تشتكي منها يا حبيبتي الدجاجه الميته. هيا خف اربط البليون وما تدخلش عند الزنقه. انا هي اللي عمرت هذاك واش يحب عمر هو يحجب في الدار خواتاتو يخرجوا الزنقه باش يخدموا عليه. ايه اي خف يا خي يا خي واحد البنيان كل هذا يا خي. يا خويا كريمو صحة فيك عندك ما تحوس وما تشوف البلدانة. انت يا لك يا غير بالزهو على روحك ما تجيش في بالك البابول اللي يروح في اخوك يغرقوا لك اش ما تصير المصيبة بعيد الشر. اوه حسبت البابول انا راح فيه فلوكة صغيرة قول جا بابو موجة قد هزا ما تزغدوش. ومع هذا كوموندون ديالو بوبول حتى واحد من البحرية ما ينجبلو هو دي البوردي فيهم حقا. وهذا البابور ديالك يخدموا فيه النصار وعلاش؟ يا خويا كريمو حبيت نقاجي معاك. يسود ساعدك هذاك ما خصك هذاك ما خصك. اسمع تفلا تعملي مليح نضي خدمي شغلك صح؟ وعلاش؟ عن بالك ما نسدكش راسي؟ يا ماما نعرف نغسل الحوايج نعرف نمسح الارض ونعرف نطيب. لو كان نقاجي معاك يا خويا كريمو نطيب لكم واحد الصفاري اللي ما تشبعوش منهم. تعرف انت دايما حقك يكون خير من الاخرين.
يما ولا تسكت عليا ولا ما كاش نكسر لها فمها. وانت واش تبغي نافيغاتور؟ اي مهبوله نعلو شيطان يا ناس. اللي مهبول يعرف يطيب ويمسح الارض ويغسل حوايج. على سلامتك بابا. الله يسلمك يا بابا. خير عليك. شحال الفراق صايب على الام اللي ولادها بعاد عليها. كيفاش يكون حال الولد اللي بعده على صدر يما؟ السلام عليكم. انا راني بعيد على اولادي، اولادي بعاد عليا. يا ربي شوف ليهم، يا ربي رحم لوليا. الله يقبل جدي. جمعي اختي. قديش راهي الساعة؟ مانيش عارفة تكون ستة وقيلة. الأيام طويلة والبعد على ولادي ردها لي قرون. اختي ليش ربي ما أتانيش بالصب؟ اوه منور بركي ما تشغلي في بالك بهذا الشيء. راك غير تمرضي في روحك، ولادك كل يوم يرجعوا ليك وانت ترجعي لبيتك. بيك يا ولد ما تشوفش وين تحط رجليك. سمحيني انا زين نزلق. وعلاش ما نزلقش عند باب بيتكم؟ هذه سكارة. اوه يما على اختي راه ما درتي تقلالة. دوق جيب لنا الشف ونشف. ما كفاناش تنشف النهار نزيدو خدمة الليل. اقعدي في مضربك، عنده يما وخواتاتو اللي نشفوا له. هذه حلوة يجيو يزبلوا عند بيبان الناس وحنا نفدوا لهم زبلهم. اوف ادخلي انتي يا يما. كنت في خاتي زينة راهي تعيط على عمر. كنت في واش قالت له؟ ان شاء الله قالت له يا الفوايو يا وليد سكرجي يا المتشاف ودنيا راهم يسطعوا لي الهدر ديالها. وليد سكرجي؟ ايه المجرب. ايه ايه هيا ارجعي يا طفلة. هيا يما والله غير ندي معاك باش نفهديها. هيا ارجعي. لازينا وش اللي صار؟ خير ان شاء الله. واش من سبب صمتيها باش خرجتي فينا عيوب قد سخط؟ عيوب؟ واش هاد الكلام راكي تزيدي فيه من عندك يا عيني؟ الولد وسخ لي العتبه زقيت عليه وهذا ما كان، ولا حبيتي تبردي جنونك فيا؟ اوه هاني الجنون؟ نبرد جنوني فيك؟ عرفتيني ساكنيني الجنون؟ ايه هذا اللي حسبتك حبيبه. بصح عندك الحق، الغيره صعيبه. خاتي عينين على الشيطان. زهرة يا بنتي اخرجي خليني نفرغ قلبي فيها. واش هذا الكلام اللي عينين؟ يما انا على الشيطان. ردي البالي طاح على كتفك يا بنتي البنت وخرجي زهرة. يلا فرغي قلبك. مجابة وليد سكرجي هذاك الولد تكرهيه كي دم سنانك. راكي عارفة علاش؟ على خاطر كرشك ما جابتش واحد بحالو وتغيري يسود ساعدك.
أيام يا بلاد نحب خير زهرة. هما نحب خير خاطر عيني. نحب خير يا بنتي. لا عيلك خير إن شاء الله. مش مصايب ما كاين والو. روحي ترقدي. إن العينان الواسعتان نتاع فاس دكاكي تعبر على نقطة استفهام لشهوة حيوان خائف. عمر يقرأ فيهم الانتظار، الأمل، الارتجاف والحيرة. برك ما تقلب علينا، أنا أقول لك كيف تطلع بحال هكذا. وياك جيجي محمر شكون كلها ماشي هنايا؟ البارح حكيت ولاد الدجاج بالبطاطا. قولوا البارح حكيت البيزي باللحم. انا بدي سير نحب الدقله. انا نحب تينا. اوه ما داخل منو بيزو. نحب البنان. وانت واش تحب؟ وانت يا انا نحب الكرموس. اين هو فاس دكاكي؟ موالفي راه دائما متكي على نفس عرصة البرتال، دائما بعيد عن بقية الاطفال. ان فقدان فاس دكاكي تأولت في فكره بمأساة محزنة، وبان له فجأة ان حياته مرتبطة برباط وهمي. كل شيء اصبح غريب حواليه. فاس دكاكي لا وجود له في اي مكان. واش رايح يكون من غير فاس دكاكي؟ وكل ما اشتد به الخوف اصبح يتخيل ان فاس دكاكي مات. اركب فاس دكاكي. ما شتوش يا جمال بكريشة. لا تحكي على كرشك. بس دكاكي ما شتوش. عمر فازو كاكي ما جاش لي المزيد. راه عندي ما طيب بالتاج. روح Je pense que d'ici la fin du mois, il y aura du nouveau quand même. Certainement, ça s'arrange toujours. Hein. Ah oui, oui. Allez les enfants, allez. عمر ما قدرش يفسر هذا الارتباط اللي يربطه بفاس دكاكي. علاش هذا الطفل يحيل بكل هذه الجاذبية والاستئناس وهذا الميل الطبيعي؟ وخبزة ولاد تحت البوار. وربما يرى في فاس دكاكي نفس شخصيته بالذات، والشفقة اللي يشعر بها نحو فاس دكاكي هي نفسها اللي يشعر بها على نفسه. وعندما يحاول من حين لآخر باش يسكن جوع فاس دكاكي
إغالة هذاك الجوع اللي يقرض فيه هو. والحماية اللي يضفيها على فاستكاكي هي نفس الحماية اللي يطلبها لنفسه. أومار امشي هو تتو وكبين امشي لطن داري كرياسيون تقاسكي اي كيسكو تيا دون لابوش هم مرسوط بامشي اتا بلاس Leçon de morale. Dars fi l'adab. Leçon. De morale. Cahier. Omar. رايح ينتهز الفرصة باش ياكل قطعة الخبز اللي ما تمكنش يعطيها الفاس دكاكي. لا باتري اللامبالاة هي اللي استقبلت هذا النبأ. لم نفهم معنى كلمة الوطن لا باتري. Qui d'entre vous sait ce que veut dire patrie? فين كان هذا الوطن؟ هذا لا باتري ما معناها؟ هل هي في الخزانة؟ فوق مكتب المعلم؟ بين الموائد؟ فوق الجدران؟ من وراء النوافذ؟ في السقف؟ بان بالكاشف أنها ليست هنا هذا لا باتري. لا وجود لها في القسم. مونسيور La France est notre mère patrie. Oui. Monsieur. Silence. هذا يعرف أكثر من الكل لأنه من الراسبين ومكرر للسنة. لا باتري وكل ما يحكيوا عليها هي مرة أخرى كذبة كبيرة. لكن يجب معرفتها باش يتجنب غضب مسيو حسان. إبراهيم بالي اللي عرف
كيف يجيب بأكذوبة جميلة رايح يحرص على نقطة استحسان. كانت هذه هي الدروس. الإنشاء أوصفوا صهرة حول الموقف، وباش ينشطهم سي حسن يجبرهم على القراءة، قراءة تحوم حول الأطفال المنكبين على كتبهم. المصباح يبعث بنوره فوق المائدة، الأب غاطس في كرسيه يقرأ في الجريدة، والجدة مشغولة بخدمة الصوف. هنا عمر كان مجبور على الكذب فأضاف النار الشاعلة في الموقد، صوت الساعة، جو البيت الدافئ الهادي بينما الأمطار تتهاطل والرياح تصفر وطاح الليل في الخارج. كم نشعر بالسعادة عندما نكون في منازلنا أمام المدخنة. هذا نوال، شجرة نوال اللي نغرسها في البيت، والخيوط المذهبة والفضية والكويرات الملونة، اللعب اللي نوجدها في حذائنا تحت المدخنة. كذلك المطبخ وصف الأواني والكسرولات النظيفة البراقة، ومن شدة لمعانها يقدر الواحد يشوف فيها وجهه كالمرآة. وكل هذه الأشياء اللي نقولها في جو العائلة الهادئ، والتلاميذ يقولوا بيناتهم اللي يكون شاطر في الكذب واللي يحسن تنمية كذبه هو أحسن تلميذ في القسم. لا باتري، La patrie est la terre des pères. Elle n'est pas seulement le sol sur lequel on vit, mais elle est aussi l'ensemble de ses habitants et de tout ce qui s'y trouve. هل فاس دو كاكي يعرف ما هي معنى باتري؟ هل هو عضو في هذا لا باتري؟ مسيو عسان كيف ما يتخيل عمر مقيم بكل رفاهية في هذا لا باتري. شيء غريب أن يكون فاس دو كاكي وأخت عويشة فاطمة الشرسة التي تسكن دار السبيطار، سنة زينة وكل رجال البوم اللي يسكنوا معاه نفس الدار هم من لاباتري. ويما اللي دائما منحنية على آلة الخياطة وهي تخيط في السبردينات، هل هي عضو في هذا لاباتري اللي يتكلم عليها مسيو آسان؟ Les citoyens sont les habitants d'un pays. Ils sont membres de l'État. Ils jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs. Tout citoyen doit obéissance aux lois. Quand de l'extérieur viennent des étrangers qui prétendent être les maîtres, la patrie est en danger. عمر يتساءل من أي بلد هو؟ عمر كان يود تفسير من معلمه باش يعرف. فين هما هذوك الخبثاء اللي نصبوا أنفسهم أسياد؟ من يكونوا أعداء بلاده ووطنه؟ الأجانب اللي جوا من الخارج
من أي خارج هم بالذات؟ فين يوجد هذا الخارج اللي يحكي عليه المعلم؟ هو ما شافش أبدا هؤلاء الأجانب. بالنسبة لعمر، هؤلاء اللصوص الخطيرين الملتلونين الملتوئين التواءات مبهمة، ما قدرش يعطي لهم أي وضعية أو صورة أو وجه حقيقي. Ces étrangers sont des ennemis contre lesquels toute la population doit défendre la patrie menacée. Il est alors question de guerre. Les habitants doivent défendre la patrie au prix de leur existence. Ceux qui aiment particulièrement leur patrie y agissent pour son bien, dans son intérêt, s'appellent des patriotes. هل هو معرفة بالوطنيين؟ هل كل الرجال اللي يسكنوا دار السبيطار هم وطنيين؟ هل أن مسيو أسان كان وطنياً؟ هل حميد سراج أخ فاطمة كان وطنياً؟ كيف يتصور أن يكون الاثنان كذلك؟ المعلم مسيو أسان هو رجل محترم، وحميد سراج رجل مطارد دائما من طرف الشرطة. من هؤلاء؟ من منهم المواطن؟ من منهم الوطني؟ Les droits civils. La jouissance et l'exercice des droits sont garantis à tous les citoyens par le code civil. الله ينعل كيبلس. هذا عجيب. هذه المرة الأولى يسمع فيها مسيو أسان يتكلم العربية. لأول مرة، رغم أنه لا يجهل أن المعلم مسلم واسمه مسيو حسن، ويعرف كذلك حتى محل سكنه. اسمعوا يا ولاد، عمر ما كانش يتصور هذا أبدا. مسيو أسان يتكلم العربية، هو اللي كان يمنعهم يتكلموا العربية. هذا الكلام اللي سمعتوه وكتبتوه سجلوه مليح في بالكم، لما تكبروا شوية راكم تفهموه وعلموا بلي الإنسان اللي يقولكم بلي فرنسا هي أمكم الوطن، ذاك الإنسان كذاب يكذب عليكم. عمر كان على علم بأن لاباتري اللي تكلم عليها مسيو أسان كذب في كذب. المعلم ما كانش مجبور على هذا التصريح. مسيو أسان ما راحش لبعيد، كان على وشك أن يقول شيء آخر، لكن ماذا؟ هل هنالك قوة كبيرة منعته على ذلك؟ في هذا اليوم مسيو أسان ما قدرش يعلم الأطفال ما معنى باتري ويعرفهم بوطنهم الحقيقي، لور باتري. من بين كل من يسكنوا دار سبيطار، حميد سراج هو الشخص الوحيد اللي كان عمر يحترمه ويجله. هذا الرجل حقيقة يسحره. عمر حب يعرف لماذا هذا الرجل ما يشبهش في شيء لكل الرجال الآخرين اللي يعرفه. حمد خويا، واش راك؟ لبس لبس. هؤلاء اللي عندما يعثروا على عمل ويرجعوا منه بما يسد به رمق زوجاتهم وأطفالهم، يظنوا بأنهم أدخلوا عليهم السرور والفرح والحبور. حميد هو ما عندوش نفس هذه الشواغل. في كثير من الأحيان يراه بغتة منكب على كتاب،
في وقتنا الآخرين يتمتعون بأكل الشتيت حلي وجدتها لهم زوجاتهم. نعم بالنسبة لعمار حميد سراج ماهوش كيما الآخرين، لكن ما قدرش يعرف الشيء اللي يفرق بينه وبين الآخرين.